السلام عليكم، انا السيكيريتي في هذا السوق النموذجي للمتابع المبادرة ديال سيدنا. هذه راه ماشي مبادرة، هذه راه مقاتلة. جاو حنا عام ديال الايام وحنا تنجاهدوا مع هاد الناس، اما يسولوا طابلة بطابلة، لا عمرنا دينا لشي واحد رزقه ولا تعدينا على شي واحد ولا ظلمنا شي واحد. وقعوا لنا بزاف ديال المشاكل مع الشفارة، مع اصحابنا، مع ولاد دربنا. حنا قلنا الحمد لله جاب لنا الله هاد الخدمة، صافي دخلنا سوق راسنا، نسينا الاجرام، حقا ندوز الحبس ودوزنا شوية الله يسمح لنا. ولكن مني سيدنا دار لنا المبادرة، صافي دخلنا سوق راسنا، جينا خدمنا بهذيك 50000 ريال، حمد الله وشاكرين. وانا عندي ثلاثة الوليدات، انا من نهاري قالوا لي سير بحالاتك، من نهاري غنمشي ندير شي جريمه خايبه، انا تعفيت، انا تهديت. ولكن دابا انا اش غيضر لي في دماغي مني خارج ازيرو؟ غيضر لي في دماغي غنمشي نبيع الحشيش، ولا غنمشي نجلسي شي بنت الناس، ولا غنجلسي شي ولد الناس؟ غيرجعوني لهذاك الاجرام. حيت علاش؟ ما كاينش البديل. من راس من نهاري غادي نمشي نريح في قهوه، اليوم غنتلاقى مع هذا غيقول لي يلا نتقربوا، غدا غنتلاقى مع هذاك يقول لي يلا نسكروا، غدا غيقول لي هذاك يلا نشفروا. وانا ما بقيتش باغي نرجع لهذا الشيء. من سيدنا دار لنا المبادره الوطنيه، حنا الحمد لله تبنا. انا بيع وشراي، ما عندي حتى صنعه، ما تنعرف ندير حتى حاجه من غير البيع والشراء. والنهار حيدوا السوق كنت مشدود بروح ديال الحبس. مني خرجت مشيت عند القايده قلت لها استاذه انا ما خدمتش، قالت لي سير مني خدام سيكيريتي، عدي بسيكيريتي تيحل الله. وبقيت صابر ومدامج في السيكيريتي، الناس كاملين يسولوهم البيع والشرايه، ودخلت سوق راسي. انا تنطلب من سيدنا، من سيدنا، انا واحد اللي تهديت وهاد الناس باغيين يخرجوني للاجرام. هاد الناس عماوا لي عينيا. حيت علاش؟ ما يمكنش نخرج ازيرو وانا عندي ثلاثه الوليدات، ما يمكنش. انا نمشي لشركه اخرى ما غتقبلنيش، نمشي عند شي واحد اخر ما غاديش يقبلني. هادشي حشومه من عند الله. وتنسال ست شهور ديال الايام ما مخلصش، ست شهور انا ما مخلصش. والناس كانوا تيقول لنا سيروا صبروا، سيروا صبروا، راه غيجعل الله خير، غيجعل الله خير، غيجعل الله خير. وهاد الخير ما شناش، جاو داروا لنا حاشاكم بحال شي ميكة الزبل لاحوها في الطارو.